هبتدي معاكم اول فقره في حلقتنا، وسعيده جدا بضيفتي دكتور امل محسن الاستشاري النفسي، منورانا. اهلا بيكي يا دودي. دكتور امل، احنا بنحتفل معاكي بعيد كل المصريين بيحتفلوا بيه، عيد 6 اكتوبر، عيد النصر والحريه لينا. زمان الناس كانت عايشه في ايام صعبه، بس نفسيا كانوا احلى واحسن. احنا دلوقتي عايشين في حاله سلام، بس نفسيا تعبانين اكتر. ليه هنخش في السياسه يا دودي؟ يعني كان نفسيا الناس كان عندهم حلم وطني، ان هم يبقوا احرار، فالناس كانوا مجتمعين على حلم واحد. دلوقتي يمكن احنا مش كلنا مجتمعين على حلم واحد. لا، هو بصي، زمان في السبعين، قبل السبعينات، كان كل الشعب المصري متكاتف على احلام واحده، مش بس حلم واحد، على احلام واحده. وكانت الناس منظومه القيم بتاعتها، احنا فاكره دايما، كنت بقول لك عليا نادره اقول الكلام ده في كل حلقه. ايوه، منظومه القيم. عشان نفسي الناس يا رب على قد ما اكرر، على قد ما الناس يعني يحصل لها كده انفراجه وتستوعب انه هي منظومه القيم والافكار بيعتنقها البني ادم وبالتالي الشعوب، هي دي اللي بتحدد مصير هذه الشعوب وهذه الامم وهذه البشر وهكذا. منظومة القيم اللي كنا بنعتنقها في الأول، أولا كانت الناس كلها عندها حلم واحد قبل القيم، حلم استرداد الأرض ورفعة شأن مصر ونسترد أرضنا، والناس كلها عندها هذا الحلم من أول أصغر واحد لأكبر واحد. والظروف اللي مر بيها الشعب المصري من بعد النكسة وتطور كتير وحروب يعني مش كلنا نعرف عنها حاجة، والناس اللي كانت بتروح البلاد اللي هي بتاعت القناة السويس كانوا يعملوا حاجات غارات ومش عارفة ايه، يعني كان في مدنيين كتير جدا بيروحوا يعملوا حاجات احنا ما نعرفش عنهم حاجة. فكانت يعني كانت الناس مجتمعة على الحلم بتاع الأرض، فالحلم بتاع الأرض ده منظومة القيم بتاعته بتخلي فيه تكاتف وبتخلي فيه إرادة وبتخلي فيه حب، بتخلي فيه ان انا وانت على الغريب. فاهمه قصدي؟ يعني انا وانت مع بعض ضد اي حاجه تحصل. حصل ايه بقى بعد كده؟ وكانت الناس مش مشغوله بقى لا بالتطرف، ما كانش في تطرف اصلا في مصر، وما كانش في جماعات اسلاميه، ما كانش في قصه دي خالص، ولو كان في كان بنسبه يعني تكاد تكون معدومه. ما هو ما سمعناش عنها. يعني احنا جيل اكبر منك، فاحنا ما سمعناش عن حاجات كتير قوي هي دلوقتي بقت على السطح زياده عن اللزوم. انا بختصر الكلام ده بقول انه في حصل، وانا اسفه في التعبير، سرطان في الاخلاق، سرطان في القيم، ومرض خطير في القيم وفي الافكار وفي كده، فبقت كل حاجه مغلوطه، كل حاجه مغلوطه. تغيير مفهوم الحقيقة يعني. كل حاجة مغلوطة، الحرية مفهومها غلط. الوطن، يعني النهاردة عشان تجيبي طفل تسأليه اللي هو كان بيروح مع باباه وهو صغير علشان والستات يحضروا الأكل بالليل ويهربوه علشان الناس اللي في الحصار مش عارفة ازاي، يعني كان في سلوكيات مختلفة تماما. طب خلينا نرجع نقول إن أكيد إحنا كنا أو أهالينا كانوا بيتربوا بشكل معين. طبعا. وإحنا دلوقتي بنتربى بشكل معين، خلينا نقول إن الستات بتنزل تشتغل وطول النهار قاعدة في الكافيهات وبتشرب شيشة، يعني ما كانش في أمهات قاعدة في الكافيهات بتشرب شيشة. لا، كان في ستات تروح النادي تلعب رياضة. بالظبط، يعني كان في هوايات مفيدة، يعني كانت الناس أكتر إيجابية وبيحبوا نفسهم وبيحبوا بلدهم وبيحبوا كل حاجة بيعملوها. السلوكيات دي إزاي؟ إحنا جايين ننصح الناس. نرجع للسلوكيات إزاي؟ نعيد منظومة، أولا نغير الخطاب تماما في البرامج، برامج اللي هي البرامج الحواريه والبرامج الدينيه والبرامج الثقافيه. لازم يكون في تعريفات كده، يعرف يعني ايه وطن، يعني ايه انتماء، يعني ايه حب في الله، يعني ايه الناس تحب بعض عشان الناس يعني يبقى في ما بينهم سلام، يبقى في بينهم سلام وفي بينهم عمل كويس. يعني ايه ان انت تطهر قلبك من طاقة الحقد والكره والغيرة وتركز على نفسك عشان تكون كويس. طيب احنا برنامجنا للستات واللي بيتفرجوا علينا ستات. كويس. كل بيتفرجوا علينا كل الناس على فكرة. بيتفرجوا علينا كل الناس، بس احنا يعني طالعين بنقول للستات اتغيروا واصنعوا حياة جديدة. الستات اللي بيشوفونا يربوا ولادهم ازاي؟
ونرجع تاني نغش من أمهاتنا ومن جدودنا الحاجات اللي كانوا بيتربوا عليها علشان نخلي ولادنا أهدى والعنف يبقى أقل والصوت العالي ما يبقاش صوت عالي ونتكلم بصوت واطي ونسمع بعض ونفهم بعض. نبتدي نفهم. دي أكتر واحدة خبيرة تقدري تقولي كل أم مبتدئة. هو ده كلام كتير قوي يعني محتاج يعني حلقات ما أعرفش يعني هحاول أقول كده باختصار إنه من أول ما البيبي بيتولد هو محتاج وقت وجهد من الأم وتحت وقت وجهد من الأم والأب بس الأم طبعا أكتر تريليون خط بمعنى إنه زمان كانت الناس بتاخد أجازة بدون مرتب أو أجازة وضع أو أجازة اللي هي رضاعة سنتين. ده حقيقي. قعدوا يعملوا أوكازيون على هذه الأجازة ويصغروها لحد ما بقت 3 شهور ويدي بتنزل بعد أسبوعين وتنزل يعني في ناس ماسكة مناصب حساسة وفي بنوك وشركات انترناشونال فما فيش حاجة اسمها تقدر يعني تقعد وقت طويل ففي ناس بتنزل بعد أسبوعين ناس بتنزل بعد شهر ناس بتنزل يعني كل واحد حسب ظروفه بنيجي بقى ثقافة المربية يعني زمان ماما كانت بتشيل وماما أو حماتي أو يعني حد مني كانوا دايما في الروح دي في الأسر بشكل كبير جدا أخلف أروح أقعد عند ماما فماما هي ماما أو حماتي مصدر إن هي هتبقى شايلة ولادي في رعاية وفي تربية زي ما أنا تربيت. دلوقتي الحقيقة بقت الناس مش فاضية لبعض تقريبا وبقى في ثقافة المربية أو الدادة أكتر من الأم والجدة من الجدة دي ليها دور مهم من وجهة نظري جدا عشان الجدة دلوقتي كمان بتشتغل ما بالظبط بقول لك الثقافات شوية اختلفت وفي نفس الوقت بقى ليه أنا بقول كده لأنه إحنا زمان من وإحنا أطفال يعني في الجيل بتاعي أنا بقول إن إحنا تعلمنا عن إيه وطن وعن إيه انتماء من وإحنا في البيت قبل ما نروح المدرسة اوكي كنا بنتعلم ده من ايه من اول ما بابا بيفهمك وما بتفهمك انك تحافظي ان في حاجه اسمها ان بيتك ده مكانك ده وطنك الصغير وانه يعلموا يعني الانتماء بيجي من واحنا اطفال بننتمي لاوضتنا وسريرنا واللعبه بتاعتنا في وللمدرسه بتاعتنا والانتماء بيفضل يكبر معانا لحد ما بنكبر بيبقى عندنا انتماء للوطن. يعني حاله الحب ما بين الطفل والمدرسه دي كانت يعني زمان كان في حالات حب انا فاكره مدرسين لحد دلوقتي لا كان في يعني بيقعدوا بالاربع والخمس سنين في حاله حب يعني. يا دعاء حبيبتي الفصل زمان على ايامي انا كان اقصاها 20 بني ادم حتى لو مش بنتكلم على عدد النهارده اي مدرسه اللي ممكن تسيطر على طفل فيه 100 طفل لا ومش حكايه العدد مش برضو يا امل حكايه انه حتى المدرسين ما هو احنا كلنا اتغيرنا هي مش بس المدرسين اللي اتغيروا هي المدرسه اللي رايحه المدرسه اتغيرت والطالب اتغير فهي منظومه الام اتغيرت والاب اتغير ومنظومه التعليم اتغيرت ومنظومه العلاقات الاسريه اتغيرت ما بقاش في حد بيحاول يفهم كله بيستسهل زمان ما كانش فيه موبايل ولا انترنت ولا امهات بتودي ولادها يجيبوا الاكل من الشارع يعني لا ده كان في بقى الاكل بتاع البيت أكل ده صحي وأكل انا واخداه وانا رايحه المدرسه علبه اللبن وسندوتشات الجبنه كان في نظام هو اصبح مش موجود دلوقتي الامهات بتعمل ايه بتدي فلوس للولاد روحوا بقى يجيبوا من الكانتين بتاع المدرسه بتكافئ ابنك على حاجه عملها حلوه يروح حاجه من الفاست فود الشهيره بيحبوها الاطفال بالظبط ده طبعا ما كانش في وقت بقى تطبخ لهم او تستمتع وهي حتى لو عندها وقت هو دلوقتي بقت الحاجات المتاحه بلا وعي يعني احنا بنفرح بالبراندات اللي بتاعت بره يعني ده فرع لمطعم بره لسه هقول لك هي دي كمان بقى عندنا عقده ما بنفكرش ده مضر ولا مفيد ولا لا احنا بقى عندنا عقده لا هي مش عقده يا جماعه هو يعني زمان كان احنا عاملين فكر عن الحاجات احنا عندنا انبهار عندنا انبهار باي حاجه مش محليه مع انه احنا زمان كان عندنا عمر افندي وشيكورال وصدناوي والحاجات دي كانت بس الكلام ده بقى في الخمسينات والستينات وكده في السبعينات كان في صناعه مصريه محترمه جدا وكان في زي اتوليهات وناس بتتنافس وباسعار تتناسب مع ظروف الشعب وقتها فكرة الخياطة ان كل واحدة ليها الخياطة بتاعتها والخياطة والترزي والحاجات دي كانت ثقافة محترمة جدا ففي حاجات يعني نرجع نقول منظومة القيم والمعتقدات اللي بيعتنقها الإنسان نرجع تاني والأسرة هي دي اللي بتوديه نايمين أو شمال طيب احنا نرجع تاني ازاي الستات اللي بيشوفونا يرجعوا تاني لفكرة الخياطة وفكرة ان احنا نجيب الحاجات الطبيعية يعني ما هي دي أفكار من جوانا عاوزة ان احنا نفسيا نبقى مهيئين لده
نحن ما نستسهلش، او انا رايحه اشتري فستان بكذا الف جنيه علشان اقول بس للناس ده ماركته كذا او ده البراند بتاعه كذا وكده. بس بصي يعني هي دي برضه ثقافة من التربية. يمكن أنا مبسوطة قوي في بنات كتير قوي ابتدوا دلوقتي مصممين أزياء. أنا في الحقيقة في ناس كتير قوي 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 دلوقتي بنات، وإحنا بنلبس منهم وبندعمهم كلهم بيعملوا مشاريع صغيرة، وفي ناس وصلت للعالمية وهم عندهم حاجة وعشرين سنة في آخر خمس سنين. يعني في كذا اسم بقوا يعملوا ديفيليهات في أمريكا وفي باريس وفي روما وفي كده، مصريات عندهم حاجة وعشرين سنة. احنا عاوزين كلنا بقى نبقى كده، أو يعني من 25 لخمسة وثلاثين ده السن الناس اللي نجحت. احنا عاوزين كلنا نبقى كده. ما هو كلنا كل واحد يتخصص في مجاله، عارفة لو كل واحد حب اللي هو بيعمله وآمن بيه، طاقة الحب أقوى طاقة في الوجود. حب اللي أنت بتعمله، كل واحد لازم يحب اللي هو بيعمله. لو بيحب اللي هو بيعمله ايا كان شغلته، لو واحد بينظف الحمامات وبيحب اللي هو يعمله، هو هيبقى يعني احسن واحد في النظافه، وهيبقى ياخد جايزه ويتكرم على انه احسن عامل نظافه في المكان الفلاني. حب اللي انت، لو واحد بيطبخ اكله، لو واحد طباخ هياخد احسن طباخ في الدنيا وهيتكرم، وده موجود عشان هو بيحب اللي هو، بتحسي طعم اكل مختلف من حد لحد عشان في واحد بيحب اللي هو بيعمله، وفي واحد بيعمله عشان بس ياخد مرتب اخر الشهر. فاي حد بيحب اي حاجه بيعملها، يعني انا تسمحي لي اضربك مثل لده، انت حد بيحب شغله جدا عشان انا اعرفك انسانيا كويس، فعشان كده انت بيبان الحب في شغلك ومجهودك، وعشان كده انت بتثبتي نفسك على طول الوقت. ربنا يخليكي. فانا احب يعني اضرب بيكي هذا المثل. انا بحب كدا. ما اعمل، فعشان كده الناس تثق فيا والحمد لله عملت سمعه كويسه وعملت ناس كتير وعندي جمهور وعندي ناس تثق فيا وعندي ناس بتقول الدكتوره امل دي هتخلصي الموضوع كده ايمانا. ليه؟ لانه ودايما بسمع تعليق واحد، انت بتقولي من قلبك فبيوصل لنا. فما في اي حد بيعمل حاجه بحب قوي من جواه ومؤمن بيها، بصي مش مفيش حاجه هتوقفه، مفيش حاجه هتكسره. لكن الناس اللي بتبقى يعني خايفه او بتشتغل تحت ضغط او بتعمل حاجه مش بتحبها بتبوظ منها. طب رجعينا تاني على انا عارفه ان انت يعني ايام النصر كنت صغيره، مش هنقول بقى يعني يعني نقول 10 سنين كده ولا حاجه. فتفتكري يعني تفتكري لحظات باباكي، انا عارفه ان انت علاقتك بيه كانت علاقه مهمه جدا جدا، واكيد لحظه الانتصار دي كانت مختلفه عندكم في البيت، اكيد مش هتنسيها. بصي مفيش بيت في مصر عاوزه انتي لا بصي دي كانت ايام عارفه انتي هتعيطي بس هي سوري فلاش تريد بابا لا لازم تقولي لنا. بصي انا والدي الله يرحمه كان راجل عالم في الدين وفي القانون، وهو ربنا على حاجات يعني مجموعه انا يعني لو كنت فيا اي حاجه كويسه فالفضل بعد ربنا لوالدي الله يرحمه فهو يعني هو اللي علمنا الانتماء والوطن والصدق والامانه والاخلاص في العمل. وعيطتيني يا دعاء، ربنا يسامحك. احنا نقول ربنا يرحمه عشان كل الناس بترحم عليه ويسامحه، ونبقى احنا بنبعت له هديه. هو علمنا حاجات كتير قوي قوي قوي، هي دي التربيه اللي انا بفهمها الحقيقه. يعني هو كان مثل للمصداقيه بتاعه اللي بيقوله، يعني فاهمه ازاي؟ يعني لما يقول لك ان الكذب ده من اكبر الكبائر اللي في كل الاديان متهيألي، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشانا فليس منا، والغش ده هو الكذب. فعمري ما شفت والدي الله يرحمه بيكذب، فاهمه؟ احنا الابهات دلوقتي ممكن تليفون يرن والولد يروح يرد، طفل عنده اربع خمس سنين الو بابا مش بيقول لك هو مش موجود. صحيح بنعلمه الكتابه مع اول خطوه فهو بس يعني التربيه يا جماعه لازم يكون فيها مصداقيه. فعشان رجعيني تاني، رجعيني اليوم ده في بيتكم كان عامل ازاي؟ فرح فرح وشربات وزغاريت وشكر لله وسجود وحاجات ما تتوصفش. يعني انت عارفه الحاجات اللي بتبقى من القلب ومن كل حته في كيانك دي. حرب اكتوبر دي كانت حاجه يعني حلم كل حد مصري عنده. طب وانت طفله عندك 10 سنين او 11 سنه حسيتي فهمتي يعني ايه؟ طبعا طبعا. وطبعا رحنا بقى رحلات، واحنا انا يعني والدي ساعتها طبعا كان في شغله يعني ورحنا بقى حاجات اللي هو بتشوفي بورسعيد وهي متكسره والسويس
وكل الحاجات اللي دي كانت عامله ازاي وبعدين بقت عامله ازاي، وكانوا بيتعمل فيها حاجات كتير قوي يعني ايفنتات كتير انا حضرتها وانا طفله مع والدي الله يرحمه. وفي الحقيقه دي ايام ما بتتنسيش يعني ما بتتنسيش، وشكل الشوارع وشكل الناس، الناس بتوزع شربات، ثقافه الشربات دي ثقافه مصريه جدا على فكره. فتلاقي دلوقتي ما بقتش موجوده لا قليل قوي. الناس بتوزع حتى في الافراح بقت المواد الغازيه دي ما بقاش في شربات. لا لا شربات ده كان حاجه مهمه جدا، وكان في شربات لوز وشربات ورد وشربات فراوله، وده يعني ايام يعني مش يوم، ايام الناس بتوزع شربات وبتزغرت واحتفالات وناس بترقص في الشارع لا لا كان حاجه، كانت حاجه يعني مفيش كلام يوصفها يعني، يعني محتاجة شاعر بقى. خليني أسألك سؤال تاني، زمان الستات كانت بتلبس كل اللي هم عاوزينه، لبس عريان، واحنا شفنا يعني الأفلام كانوا الفنانين بيلبسوا إيه، أهالينا، والدتك، والدتي، لبسوا اللي هم عاوزينه، بس مفيش ولا تحرش ولا معاكسات، ويمكن كان فيها جميل يعني ما يعني تتحكي كده تبتسمي يعني اللي هو من الخجل وخلاص يعني محدش بيجرح حد. مفيش بقى حالات التحرش الجماعي. التحرش الجماعي مفيش. خليني اقول لك رايي يعني نفسيا او نفسيا بشكل ان الناس اللي بتعمل كده دي ناس مرضى. لا خلينا نقول زمان الناس بس نعرف التحرش ده مرض، ده مفيش حد سوي بيعمل كده. فنقطه من اول السطر. نرجع بقى للسؤال بتاعك. منظومه القيم تاني وتالت وعاشر والى اخر نفس في عمري هفضل اقول الجمله دي. منظومه القيم اختلفت. الناس زمان كان يعني مش عارفه انا لازم اقول كده، ما كانش في حاجه اسمها برامج دينيه. خلاص؟ ما كانش في حاجه اسمها قنوات دينيه، ما كانش في حاجه اسمها جماعات دينيه. كانت حاجات بدات انا بشوف والتاريخ بيثبت ده انه التطرف عمل زي السوس كده اللي بينخر في الاساس، زي السرطان اللي بيبقى كامن وبيطلع فجأة على بيبقى خلاص الناس قربت تموت يعني لما بتكتشف. إلا من رحم ربي. فلما احنا انتصرنا في حرب أكتوبر واستردينا الأرض، أكيد العدو ده مش يعني يا جماعة برضو في حاجة اسمها الحرب الفكرية. خلاص احنا انتصرنا وخدنا الأرض، اللي حصل بعد كده إن في كانت حرب من نوع تاني احنا ما كناش واخدين بالنا منها، لأن هي حرب سرطانية ما بتبانش غير بعد ما تفرقع في وشك. انا بشكرك، وقتنا للاسف خلص، واحنا لسه مكملين معاكم فقراتنا، ما تروحوش اي مكان.